مناضلين ساهموا مساهمة فعالة في تتويج الثورة من اليسوفيين من النقابيين واليساريين والإسلاميين. والإسلاميين كان لهم نصيب أعظم في الفترات الثلاث عقود الأخيرة. احنا اليوم قدام مجلس التأسيسي في الوقفة هذه الاحتجاجية اللي الناس يحبوا يفعلوا العفو التشريع العام وجاوا باش يحتجوا على النواب اللي حاولوا انه يأسوا يسيسوا القضية هذه ويعملوها يعني في إطار التجاذب السياسي شونتاج فهمتوا لا ويحاولوا انهم يقايضوا الناس هذوما نضالهم بما يسمونه هم تعويضات وكان هو ماهوش تعويض هو جبر الاضرار. حتى شيء ما يعوض ايام السجن حتى شيء ما يعوض العذابات والالام اللي عانتها العباد تلت سنوات الجمر وسنوات القمع حتى يعوض الطالب اللي تحرم من الدراسه وفاتته الفرصه وكان طالب وهو تو عمره قريب ل 40 سنه حتى ما يعوض التلميذ اللي انشد وهو فاتته الفرصه وهو الان لا شغل ولا مشغله وهو عمره 40 سنه. الاموال هذه الكل تاع تاسيسي كلموها ما تعوضش حتى شيء من الايام هذه ومن الفرص بتاعها ومن العذابات ومن الالام ومن يوم واحد قضاه بعض هؤلاء في السينونات بتاع السجون. ولكن اللي نحب نقوله بالنسبة للجماعة اللي في التأسيس اللي في خلال تجاذبهم السياسي يحبوا يضغطوا على ورقة جبر الأضرار اللي في إطار الميزانية الجديدة اللي خدمتها الحكومة وقول لهم كان انتوما تناضلوا وتقايدوا الناس هذوما بنضالهم إذا انتوما ناضلوا شوية ومش لازم تاخذوا شهرية وعديوا العام ونص هذايا واخدموا البلاد بوطنية وما غير ما تتقاضوا شهرية على العمل بتاعكم في المجلس التأسيسي. ما فماش حتى بند في الميزانية اسمه معناها التعويض العفو التشريع العام أو حتى تعويض ضحايا السداد. هناك بند مخصص للطوارئ هذا الطوارئ فيه 820 مليون دينار وليس مخصص للعفو التشريع العام. بالمناسبة أقول ولم لا إذا استوجب بعد لجنة وبعد التحقيق وبعد إصدار قانون المجلس التأسيسي أن يعوض ضحايا السداد وضحايا القمع من الذين طالهم الحكم السياسي المحاكم السياسية أن يعوضوا كاملا معنويا وماديا. بخصوص مسألة العفو التشريع العام نلاحظ أنه لما تبذل فيه خطوات كبيرة وخطوات جادة وجريئة باعتبار أنه لحد الآن لم تكن هناك حلول جذرية وعميقة فقط المرسوم عدد واحد صادر بسلم العفو التشريع العام جاء قاصر ولم يشمل جميع المنتفعين ولم يحدد حتى طبيعة ومعايير التعويض وكيفية هذا التعويض. بالتالي نعتبر أنه فقط كان الحل بالنسبة لهؤلاء المدافعين بالعفو التشريع العام فقط كان الحل بجحد الوظيفة العمومية وفقط الدخول من العمل نتاعهم تم إرجاع فقط الذين يتمتعون بالوظيفة العمومية وليس الذين يشغلون العمل في القطاع الخاص وهذا من باب المرسوم اللي باش نطالب اليوم بضرورة ترخيصه. كذلك هناك تضامن كبير وكبير جدا مسألة تفعيل المرسوم هذا على الواحد لأنه لحد الآن ليس في قانون ترتيبي يوضح كيفية التعويض أو طبيعتها أو من المستفيدين بالأساس من هذا المرسوم. كذلك إذا اعتمدنا المرسوم على الواحد نعتبر أنه سيكون هناك قصور ولا بد من تجاوزه لتنقيح هذا المرسوم وجعله يشمل العديد من المنتفعين خاصة من التلاميذ والطلبة وكذلك الناس الذين تقع محاكمتهم وقد وقع تتبعهم وقضي ضدهم فعلا بالعكس العكس.
عدم سماع الدعوة أو بحق الضمن الحكم يدوم ما عدم شهيد في العفو العام لأنهم استضروا الوقع من العمل وكذلك تم إخضاعهم للمراقبة الإدارية أيضا وبالتالي ضرورة إذا كان سن هذا القانون ما زال من شأنه أن يأخذ وقت فضروري على الأقل كحلول عاجلة تعجيل أو تنظير لهؤلاء في جرحى وشهداء الثورة كلهم على الأقل من تسليقات أو تعويضات أولية عن الأضرار اللي حصلت كذلك نطلبوا أنه إذا ما كان أبطال حلول مشروع القانون الذي سيصدر في تشكيل عفو التشريع العام يكون شامل وعام وناجع وجذري بحلول عميقة في هذا الرصد لكن خصوصا إذا كان قاصر وذلك ناتج على قصور المرسوم على الدستور أنه رمى في قانون منظمة العدالة الانتقالية يكون من شأنه أنه يجبر الضرر التجميلي سواء للأهالي المتضررين أو للتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يشفيها القانون.